معليش عبد المجيد، معليش منصور، ايوه معليش منصور، معليش صالح، معليش سعد، معليش اسماعيل. فيه تسجيل قبل شوي كلموني الاعداد، تمام. فيه امر جايكم، واتمنى منكم اخواني المتسابقين انكم تعاونوني فيه. فيه هناك اسر منتجه اغراض، نبغى بس نجيبها هنا. وين؟ نو بروبلم. تعاونوني يعني ولا لا؟ والله نحطها نتفرج عليها بنسكر. جايبينها بس مين؟ طيب سعد، سؤال سؤال، جايبينها بس مين؟ تعال تعال. النجوم يجون ولا ما يحتاج؟ لا النجوم يقعدون. علي يلا تعاونوني. الله يهديك. يلا بسرعه، يلا بسرعه بسرعه، يلا بسرعه. علي خلاص اصبر. يلا هل تعتقد ان سعد قال هذا الكلام؟ لا لا نعيد صيغه السؤال. هل تعتقد ان الاسره منتجه موجهه لسعد ام لنا جميعا؟ لا لا لكم كلكم، من الاسره معلميني كلنا. لا اصبر، احنا لا هو قاعد يسال. اصبر قم قم. اتوقع ان الاسره المنتجه تبع العداد وسعد الكلثم تشرف انه يعطينا خبر. اكيد هذا يا اخي انت خطير. شكرا لك يا استاذ سعد، وما اني انا سفير نائب الام الحنون. تستاهل، اتشرف اني اكون معك يا سعود. بابا منصور يلا مشينا. قصدي تفضل يا العنين يا منصور. طبعا ما عندي معني ماني متسابق، لكن يلا بنروح نشيلها. طبعا تعاون وما ذا. واحد دخل قدام. ابو بدر، ابو بدر، ابو بدر، ابو بدر، معني ماني متسابق لكن بساعدكم. يلا طبعا تعاون وما ذا. والله السعاده مليار يا صاحبي. الاكل الجديد احس ودك تاكله. صحن يعني ودك تاكل، بس انا قصدي يعني اكل جديد، فهمت؟ هذول يكرمونا، اعطونا شيء وهنا نبي نكرمهم ان شاء الله بالشيء المطلوب. كل شيء جديد، اسلوب جديد، فقره جديده، فقره ليمون، فقره تضرب الترند. يعني ما شاء الله تبارك الله، هذا يعني انك ضارب الترند بقلوبنا. طبعا سلام والله الترند. ترى انا رحت ادرس كذا كلامك زين. يلا نشوف. كلنا خذ الكراتين وحنا طقين اصبع. بدينا كل واحد قام يفتش. شوف ايش خذ هناك هناك. شوف كل واحد خذ الهدايا وخذ. شوف شو الله خذ الهدايا كله لك شباب. ما شاء الله يا فخامه. لا لا والله لا والله ما ادري. يلا تعال ابشر. الله صرت يا ناس هذا المرقوق شلت. احب اقرب شيء لي في ورق عنب. عيال في احد شاف ورق عنب؟ ما اسلم. وش ذا؟ يوم زين الرزق. نقدر نشيلهن، خلينا نحط بالهاوس. خمس ساعات. بالهاوس يا الربع. ايه. بالهاوس بروفايلك ما تشيل بيجي ونبي نبي نشيل. شيل الهاوس. طاب الهاوس ما عليه. هواء. الا عليه رياح وكلش. لا ما عليه هواء، عليه مرزوق. يوم زين خلاص. تقدر راجع من عزيمه. يلا انا بدي راجع من عزيمه وماخذينك. صار مالكنا يلا يا واليت لكنا يلا يا واليت. منير وش الطعمه؟ منير ولا انت معفى من العشاء اليوم؟ لا تسوي عشاء منير. شكرا منير. اليوم يقولون لك لا تسوي عشاء. هم اليوم نانو سويت جايب لنا اكل. شكرا يا الناضج. يلا تعال 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 هنا. امشي امشي بيجوا ما رايحين، بس انه شافوا مرزوقة عليهم. عرفت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هذا هذا من محبين عبد العزيز. خلنا نعطيه. لا نعطيه. هذا من محبينك عبد العزيز. العن. لا 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 حطونا طالع. بغيطيه. بغيطيه. وخر وخر يعني الحين ساعدتنا يوم جد. عبد العزيز. الحين انت شايف شو اسمه؟ محبينك يا عبد العزيز. روح له. عبد العزيز. بس بس يلا تعال محبينك تعال. والله ان عبد الله الجبان في اكل المفروض تنط كذا من جوه الاكل. والله ابغى اقرا. والله انه فاضي. لا اصبر لا خلاص خلاص بس كذا خلاص. هذا من محبينك يا عبد العزيز. هاي ما جابوه. طبعا تفضل تفضل. هذا ما كفو والله كفو. ايش كثير يا اخي ما شاء الله. والله حركات ما اكرم. ايش تقول؟ حط دبل مقطين حطوه. توضع على وجه السلطة عند تقليل. هذا السلطة. ايه السلطة هذه. ما شاء الله. عبد الله الجبان. هلا هلا باللي جاء باللي جاء يا مرحبا باللي جاء باللي جاء. هلا هلا باللي جاء يا مرحبا باللي جاء يا مرحبا.
اللي جاء باللي جاء بس شباب بس شباب اسمع اللي جابوا نونا يقول ركز معي ركز معي محمود ركز معي جميع الشباب طبعا هذا اكل جايكم من الاسر المنتجه ما شاء الله تمام من نانو سويت اعطي وضعية المقدم نانو سويت تحيه تحيه يا شباب نانو سويت طبعا خليني بعطي وضعية المقدم الارقام الان تطلع لكم اسفل الشاشه هنا حطها هنا وجه الفيش يا وجه الفيش هنا الارقام تطلع لكم هنا ورا رحيمين رحيمين عشان لا تطلع الارقام والله الارقام حسابات هذا فرع امي ها تقول لكم اسمه نانو فرع امك سويت هنا وجه الفيش طالع تحت جيب اصبر لا اوريهم والله بيجيك نانو خليني بكمل نانو ايه بعطيك اياها دقيقة نانو سويت للحلويات الراقية ما شاء الله نيك كيك تشيز كيك انا اقول انتم التشيز كيك وانتم اللي شكرا لكم طبعا نانو سويت نوحد الصوت يا شباب تسمحوا لي نوحد الصوت نوحد الصوت اسم الأسرة المنتجة اسمها نانو سويت للحلويات الراقية نيكد كيك نيكد اسمها نيكد كيك وتشيز كيك نيكد كيك والموالح والسندوتشات والمعجنات المميزة استعداد اسمع يقول استعداد تام استعداد تام لطلبات الفطور الصباحي كم والزواجات والحفلات خصم خاص للدورات والجمعيات الخيرية وأيضا يوجد مندوب توصيل خيرية للتوصيل عن طريق الواتساب 0531 579 7724 الله نعيد الرقم مرة ثانية بالإنجليزي 0531 579 7724 حسابهم عبر الإنستغرام نانو اصبر ان ان ايه اصبر ان اللي كذا ان هذا اللي كذا ان ايه ان عيد 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 خلني عيد خلني عيد يلا دقيقة يلا خلني عيد يلا نعيد من جديد لخبطناهم يلا عيد انا بقول اول شيء بعدين انت قلها بلغتك يلا واحد يقرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حسابهم عن طريق الانستغرام اللي جابوا الحركات هذه ما شاء الله الله يجعلنا فدوى لهم ان ايه اللي تقل كذا كذا ها تقل أول كدا. حرف الإنجليزي أي وإن ثانية وأو واحد خمسة واحد ستة يعني حلو. نانو 15 16 حلو فيه شيء في شيء إن أول شيء نعيده يلا الإنستغرام إن أي إن أو واحد خمسة واحد ستة ممكن أعيد رقم الواتس تفضل رقم الواتس من أبل طيب في قبل لا اقول لك رقم الواتس طبعا في شيء حلو هنا قالوا لي قبل شيء في الربيز في ما قالوا لي شيء انا عندي ما قالوا لك لا انا قالوا لي انا يقول في احد الطبخات هنا زين ايوه سمعتوا اياه في احد الطبخات هنا احد الاطباق طابخته واحده من ام واحد من المتسابقين هنا اسالك بالله لحظه اتحدى هو يعرف اتحداكم من اسالك بالله اتحداك من اصبر اتحداك من سعد اتحداك موجود سعد موجود هنا اتحدى يعرف لحظه اتحداك من فواز اتحداك من يا رب يا والي اتحداك من امي غلط اتحداك من من اللي بالرياض انا من بالرياض فواز وانا وانت طيب انا قلت واحد اتحداك من يلا يا ابو علي اسلم منصور مقرني ممكن احنا نطبخ زي كذا هذه الشغله صالح لا سويها اتوقع وليد يلا عبد المجيد اتحداك من فواز اتحداك من شكلها وليد عبد العزيز اتحداك من كلهم اكرمونا وما استغرب منهم اي حاجه حلو طيب سواء وليد ولا فواز طيب اتحداك من انا اقول بينك انت وفواز وليد طيب اتحداني انا من ام أعطي وضعية أبو علي ولا ما يحتاج؟ أم فواز الشملي شباب دقيقة
سعد 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 دقيقة ترى لي 10 دقائق غايب عنك. اي نعم هذه نفس السنية. ايش المعلومة اللي قالها؟ رابعة كذا من اول شيء لكن ما اعطي راحته تفضل. ايش المعلومة اللي قالها؟ المعلومة ان في طبق من الاطباق هذه سوته ام واحد ام فواز طبخته. ام فواز الشمري. اي بس الامور طبعا الاسرة المنتجة كمان من تنسيق عائلة فواز الشمري. يا ولد ايش الدلع هذا تحبوني يعني الحفلة هذيك. يلا الطبق حق امك وين؟ يا اخي اصبر بصير ذكي وانت علمني. ودينا ودينا الابتسامه اللي دايم ان شاء الله. يا سعد قول لك احرج اقسم بالله حراج. يا وين انت تعرف ريحه هذا دليل انه انت من المطاعم ما يعرف طبخ. اصبر يا من نعم والله تاكل واجب انت مدمنين. هذه نفس هذه معناتها وش هي؟ هذه اسر منتجه. حلو ولا انا اتوقع والله اعلم الصينيتين من ام فواز. انا احساسي يقول كذا. اتوقع واحده منها. لا هن ثنتين. انا نفس جديد انا اتوقع والله اعلم. طبق ولا طبقين؟ اذا طبقين بعرفها. طبق ولا طبقين؟ كان رايي صحيح. طبق واحد ولا طبقين؟ واحد قال لك واحد. خلي بس بشيك في الربيز. لا 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 فواز 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 بس فوزي فوزي جزء من الاكل. يا عيال هذه تعال هذه احنا نسويها في البيت. نسوي زي ذي هاي وهذه نسوي زيها. خلاص هذه وهذه خلاص ما انا هذه الطبخين بس خلاص هذه انتم كليتوها هذه اجل ما حد ياكل. ترى في هنا في هنا ترته. دقيقه دقيقه ولا طلع في هنا ترته. تعال تعال امزح معك وين تجوا. الف مبروك وصولكم. دقيقه اصبر اصبر يلا الف مبروك وصولكم. اصبر اصبر عبد المجيد. ايوه اسلم. الف مبروك وصولكم. عندي سؤال يا سعد. سعد عندي سؤال. سعد دقيقه الحين سعد مكتوب الف مبروك. اصبر 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 احمد اسلم. مكتوب ألف مبروك وصولكم للنهاية. يعني أنا وإسماعيل نأكل معكم ولا لا؟ عادي نأكل برا يعني. النجوم صعود ما نجاي ولكم النجوم صعود هذه لكم هذه لكم. قلنا مخرج نظم شوي. يلا يلا تسمحوا لي نظم شوي. نظم يا لب قلبي. إيه تسمحوا لي نظم شوي يا أحمد. يا أحمد يا إسماعيل بس شوي بنوصل المعلومة. أبشر بنوصل المعلومة يا ناس. يا شباب يا شباب يا شباب زدت دخل اصوات. الله يرحم لي والدك والله اننا غثين. يطلع الكتابه بس مخرج بالله نزل الكاميرا اللي قدامي الان الان ضروري الكاميرا هذه. يلا شفني حاط البطاقه عشان ينزلها. لا لا هذه اللي فيها هذه هذه ابي تطلع مكتوب الف مبروك. يلا نزل نزل الكاميرا قصدي الشجره عفوا يا مخرج لا تخليني ازعل. شكل ما في بث هنا. لا في شوفوا شوفوا هناك هناك كفشتو 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 حبيبي كفشتو هنا. ابي ابي طلع كتابه. مسوي ذيبان المخرج جاب الكاميرا اللي هناك. تعال هنا يا مخرج مخرج هنا هنا. وين نطلع وين نحط الحين البطاقه اللي ورقه فيه؟ وين نحط هذه فيه؟ ابي يصور هذا. يلا تعال تعال وليد تعال تعال طبعا كاتبين الف مبروك وصولكم للنهائي رجاء النجوم تفضلوا صرفوا انفسكم. لا ما عندنا صرفوا انفسكم معليش عندنا صار فرحان علمنا ثاني طبقه والله والله فواز صلى على النبي افضل افضل. انت محدد لامي تقول جاي الا جيبي طبق واحد ولا ايش وضعك انت؟ افضل افضل امي بدمت افضل 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 منصور يتكلم يا شباب افضل خلاص تفضل بابا. افضل سلطه عندي السيزر تشيكن هذا. افضل طبق رئيسي عندي وصينيه الخضار اللي بالجبن هذا. انا اتوقع ان كلها من امك يا قلبي. اشكر امك ارجع لك الجنه. اي والله قد جنة. الان بامكان سعد كلثم انه يكمل المايك حقه. تعال تعال الا الله. انا اقول والله يا فواز هذه ما هي بغريبه على اهلك اقسم بالله.